أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أفاد ناشطون سوريون بأن قوات الأسد استهدفت بالمدفعية الثقيلة مدينة تلبيسة شمال حمص من مواقعها في حاجز الملوك، كما أضاف ناشطون أن قوات الأسد استهدفت أيضا بلدتي كوم الرمان وجنين شمال درعا بقصف مدفعي مكثف. وأشار ناشطون إلى أن طائرات حربية يرجح أنها تابعة لقوات الأسد استهدفت بالرشاشات الثقيلة مدينة اللطامنة شمال محافظة حماة. أعلن قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير يار الله في بيان له أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير حي الإصلاح الزراعي الثانية في الساحل الأيمن لمدينة الموصل العراقية. وأضاف يار الله أن القوات الأمنية كبدت أفراد داعش خسائر في الأرواح والمعدات، وتم رفع العلم العراقي فوق مباني الحي. هذا وكانت القوات الأمنية حررت في وقت سابق حي الإصلاح الزراعي الأولى في الساحل الأيمن من مدينة الموصل. حذرت السلطات الأمريكية من موجة هجمات إلكترونية متزامنة في كثير من دول العالم بواسطة فيروس خبيث بهدف الحصول على فديات مالية، مناشدة ضحايا هذه الهجمات عدم دفع أموال للقراصنة. وهذه الموجة من الهجمات الإلكترونية على مستوى عالمي أثارت قلق خبراء أمن المعلوماتية، الذين لفتوا إلى أن القراصنة قد يكونوا استفادوا من ثغرة أمنية في أنظمة ويندوز كشفت النقاب عنها وثائق سرية خاصة بوكالة الأمن القومي الأمريكية NSA تمت قرصنتها. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على 5 متشددين تابعين للقاعدة في منطقة عين الدفلة التي تقع على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الجزائر، وفق بيان بثه التلفزيون العام. وأضاف البيان أن الجيش يواصل عملية عسكرية في هذه المنطقة الجبلية التي تشهد نشاطا لأفراد القاعدة في بلاد المغرب، الذي سبق أن تبنى قتل 11 جنديا في صيف عام 2015. أحرز تشيلسي لقبه السادس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ويست بروميتش ألبيون بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما في المرحلة 37. وسجل هدف تشيلسي اللاعب البلجيكي ميتشي باتشواي في الدقيقة 82 من عمر المباراة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.